إذن بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله نبدأ الآن أطوار السلسلة الأولى من الطلقات وكنطلبوا من المقدم الصبي النجم يتقدم. كنطلبوا من المقدم بوبريك عصام يتقدم. كنطلبوا من المقدم السيد الموح عبد الفتاح يتقدم.
كنطلبوا من المقدم بركات احمد يتقدم. نطلبوا من المقدم سيد نبيل مصطفى يتقدم. نطلبوا من المقدم السيد مفتاح عبد البر يتقدم. نطلبوا من المقدم السيد صراع اسماعيل يتقدم. نطلبوا من المقدم السيد أنجار المهدي يتقدم. الآن من المقدم
بابسي كمال يتقدم. إذا كنطلبوا من المقدم السيد الحفيان عبد اللطيف يتقدم. كنطلبوا من المقدم السيد الخربيبي عزيز يتقدم. كنطلبوا من المقدم السيد بن سحتوت هشام يتقدم. إذن بسم الله الرحمن الرحيم نواصل المباراة والآن مع السلسلة الثانية من الطلقات وكنطلبوا من المقدم الصبي النجم يتقدم.
كنطلبوا من المقدم بابسي كمال يتقدم الطلقة الثانية. كنطلبوا من المقدم السيد بوبريك عصام يتقدم. المباراة ونطلب من السيد المقدم الموح عبد الفتاح يتقدم. كنطلبوا من المقدم السيد بركات. كنطلبوا من السيد المقدم بركات أحمد يتقدم. من المقدم نبيل مصطفى يتقدم. من المقدم السيد مفتاح عبد البر يتقدم.
كنطلبوا من المقدم السيد صراع اسماعيل يتقدم. طلبوا من المقدم أنجار المهدي يتقدم. المقدم سيد بالحسن عزيز يتقدم. المقدم السيد حفيان عبد اللطيف يتقدم. من المقدم السيد خربيبي عزيز يتقدم. دم بن سحتوت هشام يتقدم.
تأشير مباشرة السلسلة الثالثة من الطلقات، وكان طلبوا من المقدم صبي النجم يتقدم. كنطلبوا من المقدم بابسي كمال يتقدم. ومن المقدم السيد بوبريك عصام يتقدم. من المقدم السيد الموح عبد الفتاح يتقدم. من المقدم السيد بركات أحمد يتقدم. كنطلبوا من المقدم سيد نبيل مصطفى يتقدم.
كنطلبوا من المقدم السيد مفتاح عبد البر يتقدم. كنطلبوا من المقدم السيد صراع اسماعيل يتقدم. من المقدم السيد أنجار المهدي يتقدم. كنطلبوا من المقدم بالحسن عزيز يتقدم. كنطلبوا من المقدم السيد الحفيان عبد اللطيف يتقدم. المقدم خربيبي عزيز يتقدم.
كنطلبوا من المقدم بن سحتوت هشام يتقدم. ترتيب ديال هاد المباراة، في المرتبة الأولى مقدم مفتاح عبد البر ب 71 نقطة ونصف، المرتبة الثانية مقدم أنجار المهدي ب 69 نقطة، المرتبة الثالثة مقدم الحفيان عبد اللطيف ب 65 نقطة ونصف، المرتبة الرابعة مقدم نبيل مصطفى بمجموع 65 نقطة، المرتبة الخامسة مقدم بن سحتوت هشام ب 64 نقطة ونصف، المرتبة السادسة مقدم الصراع اسماعيل ب 63 نقطة، المرتبة السابعة مقدم خربيبي عزيز ب 62 نقطة ونصف، المرتبة الثامنة مقدم بالحسن عزيز بمجموع 62 نقطة، المرتبة التاسعة مقدم بابسي كمال بمجموع 61 نقطة ونصف، المرتبة العاشرة مقدم بوبريك عصام بمجموع 60 نقطة ونصف، المرتبة 11 مقدم بركة أحمد بمجموع 55 نقطة ونصف، المرتبة 12 مقدم المو عبد الفتاح بمجموع 54 نقطة ونصف، والمرتبة 13 مقدم الصابي النجم بمجموع 53 نقطة ونصف.